ജലാലിയ ആരംഭിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്നത്തെ ജലാലിയുടെ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ തന്നെ ഏഴ് സയ്യിദുമാരാണുള്ളത്. അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ ചെട്ടുംകുഴി അലപിത്തങ്ങള്, മുത്തുക്കോയത്തങ്ങള് കണ്ണവം, യു പി എസ് തങ്ങള്, സയ്യിദ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ ബായസ്, അഷ്റഫ് തങ്ങൾ മഞ്ഞമ്പാറ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്ലഘട്ടത്തങ്ങള്, ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ മഞ്ഞമ്പാറ തുടങ്ങിയ സാദാത്യങ്ങളെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും, ഉപദേശിക്കും. ഈ പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് തങ്ങൾ മഞ്ഞമ്പാറയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. അൽഫാത്തിഹ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومنجدنا ومرشدنا ومربينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين أهل بيته أزواجه وعترته وأنصاره وأتباعه ومحبيه رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم صل إلى حضرات جميع مشائخنا ومشائخ مشائخنا في سلسلة القادرية والجلالية والسهروردية والثقافية واللهدلية وسائر سلاسلة أجمعين. اللهم صل إلى حضرات جميع الأقطاب والأبدال والنجباء والنخباء والنرواء. اللهم صل إلى حضرات من مات منا. اللهم صل إلى حضرات من مات مشايخنا. اللهم صل إلى حضرات جميع المسلمين والمسلمات زدهم فضلا لا فضلهم لديك وافض علينا من فيوضاتهم وسلك بنا مساليك كراماتهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرهم يا خير الناصرين. اللهم صل إلى حضرات جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم. اللهم اعتقنا اعتق رقابنا ورقابهم من النار يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.